بسم الله الرحمن الرحيم. الحل الأمثل للبلعات القديمة تعمل إيه؟ قطعة مصورة أربع بوصة دي بلاستيك وتلحمها على البيبة من الداخل كويس، وتركب القطعة مرة ثانية جديد بالتالي تظبط معك. لسه طبعا هتاخد الفراغات دي تتعبى كلها اسمنت ابيض، دي كده كده اتلحمت من هنا بالغيره اللحام عمره ما تسبب ان شاء الله. وعد التاني انا عملها دلوقتي عشان شايف بايظه خالص، وده اسمنت فيه فرق حوالي 7 سنتي، فلازم تتعمل تاخد وصلة بالرحمة وصلة 4 بوصة. رجعت تابعوني وانتظروا مني فيديو جديد في سباكة. شكرا.